ماي جاد يا ماما، مش قادر يا جماعه، مش قادر امسك نفسي، الرعب ده. اخر كام يوم ناس كتيره بتطالب بعوده صحابي وصحباتي، فالنهارده هنبدا الفلوج بتاعتنا بصحابي وصحباتي. اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده. النهارده بدين اليوم متاخر شويه لان اللي اتفرج على فلوج امبارح انتهى اليوم باننا خرجنا لمكان لاتينو كده وتعرفنا على ناس لاتينوز وفضلنا قاعدين معاهم، وانتوا عارفين القعده اللاتينو زي القعده العربي كده بتطول والوقت بيجري وما بتحسوش بيها، ففضلنا صاحيين لحد الساعه حوالي 6 الصبح. والصبح كان اخو اليسا زميلتي محتاجه ان هو يرجع تاني لسويسرا، فراحت هي توصله المحطه، وبعدين انا نمت ولسه صاحيين دلوقتي بعد الظهريه، ومفروض دلوقتي هيوصل صديقي اللي انا جاي اصلا ميونخ واكتوبر فاست عشان اقابله. فالفلوج اي نعم النهارده بدينا متاخر، ولكن الميزه ان احنا رايحين اكتوبر فاست، واكتوبر فاست ده معروف ان هو بيطول يعني، ومهرجان يعتبر ليلي اكتر. فالنهارده هنفرجكم على اكبر احتفال شعبي هنا في المانيا، اكتوبر فيست، اللي هو بيحصل مره كل سنه في فتره اخر سبتمبر لحد بدايات اكتوبر. فنروح الاول نفطر فطار سريع كده او نتغدى يعني غدا سريع، وبعدين نقابل صديقي احمد اللي جاي لنا من امريكا، وبعدين نروح نستكشف معاكم اكبر احتفال شعبي في المانيا. So what are we having for lunch again? Malatang. I don't know what that is, but it's Chinese, right? اوكي، فالمفروض ان احنا هنخش دلوقتي ناكل هوت بوت، اكل الصيني يعني زي البنت هنا بتاكله. مسالناها من شويه يعني ترشح لنا ايه، عشان انا الصراحه ما اعرفش قوي في الحاجات دي، فنخش نتغدى على ما احمد صديقي يوصل من المطار. بصوا انا جربت الموضوع الهوت بوت ده في دبي قبل كده، بس في دبي ارقى شويه يعني. هنا بقى بتخشوا بالطبق الغويط ده وتاخدوا الانجريدينس اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوها في الشوربه بتاعتكم، وهما بيغلوها كلها في مكان واحد يعني، يحطوا كل حاجه ويغلوها، وبيطلع بقى من الميه الحاجات اللي بتتغلي دي هي الشوربه. بصوا حاجات يعني، في حاجات نعرفها طبعا وحاجات عمري ما سمعت عنها. برضو الاكل الصيني يعني بالنسبه لي مخيف شويه، ولكن حلو الواحد برضو يجرب حاجات جديده. بس السؤال هنا بقى ايه الحلال وايه اللي مش حلال، ولكن هنتصرف، هنتعامل، هنعرف ان احنا يعني ده مثلا شكله جمبري. Is this shrimp؟ اوكي. بس ناكل ونوريكم الريزلت الاخيره بعد ما يغلو الطبق. الطبق بتاعنا عملنا سي فود، هي اختارت خضروات. بس نرجع بقى الحاجه دي مكانها ونستنى، ودلوقتي نستنى بروسس الغالي. بصوا الريزلت النهائيه هي اللي قدامي دي، والميزه بقى ان انتوا تقدروا ايه، انا خدت المعلقه بتاعه الدق، حاجه زي الكشري عندنا كده، تقدروا تزودوا بقى دق كل اللي انتوا عايزينه، الحاجات دي والزيوت والسبايسي. بس ناخد الطبق ونطلع ناكله بره. المفروض احمد وصل دلوقتي، نطلع نشوفه. بقالنا 4 سنين ما تقابلناش يا جماعه، 4 سنين كنا بندرس مع بعض 6 سنين الطب، اتخرج هو سافر امريكا، ودلوقتي اول مره من ساعتها. Miss you so fucking much bro. دلوقتي بقى معاد ان احنا نلبس الزي الرسمي بتاع اكتوبر فيست. You guys ready for the outfit reveal? Let's do it, fam. Where you get this? I love this. I'll take it to the same store. Okay, right? This is fire. Pretty cool. I like it. جينا نركن حاجات سرور في مكان هنا لوكرز، صحاب المكان عراقيين، فادونا لوكر عليه علم مصر. انتوا ما عندكمش غير مصر والعراق وايه تاني؟
السعودية أسماء الله فوق اللي ناول قطر والإمارات والمصر فقط. جميل. بصوا عاملين كل لوكر بدولة يعني عشان لما يجي حد مثلا برازيلي يقول لهم عايز أسيب شنطتي يروح حاطينها له هنا. بس حبيبي تشرفنا بيك. يلا باي باي. العراقيين في كل مكان ما شاء الله يعني كرم غير طبيعي. لذيذ جدا ها. حاجة فظيعة. بص سرور جاب اللبس بتاعه خلاص جاهز. اعمل 360. ما خدتش الشراب انت. داخلين دلوقتي على المنطقة اللي فيها الأكتوبر فيست. هي زي حديقة كده ومتقسمة خيم. كل شركة يعني من الشركات عاملة خيم او كل سبونسر عامل خيمة. ومعدين في منطقة حسيت ان هي شبه الزمالك او المعادي عندنا. معرفش هل الكلام اللي انا بقوله ده صحيح ولكن عايزكم تشوفوا معايا وتقولوا لي لو المنطقه اللي احنا معديين فيها دي شبه شوارع الزمالك شويه. اي نعم يعني ممكن بفرق حاجات بسيطه ولكن فكرتني يعني بالقاهره عندنا. المهم احنا دلوقتي سيبنا المدينه وداخلين بقى على الحديقه او المكان اللي فيه الفيستيفال. طبعا في اللي هي الرايدز زي الرول كوستر والحاجات دي وباقي المكان كله خيم بقى متقسمه على حسب الشركات. هنخش نفرجكم دلوقتي. ودي طبعا الطريقه اللي الناس بتنقل بيها بقى لو مثلا حد عايز يجي من محطه القطر لحد مكان الفيستيفال بيروح راكب هنا هو وزمايله والعجله بتروح سايقه بيهم توصلها. جماعه الدنيا دوشه جدا هنا مش عارفه تسمعوني ولا لا ولكن احنا دلوقتي دخلنا اوفيشلي جوه المنطقه بتاعت اكتوبر فيست. تحس ان هي ملاهي يعني المنطقه اللي احنا فيها دي تعتبر كلها ملاهي ورايدز والكلام ده كله. وقدام بقى في الخيم يعني المبنى اللي هناك ده خيمة اللي ورا ده خيمة كمان. هنحاول دلوقتي ان احنا نخش جوه الخيم وبعدين اطلع افرجكم بقى على الاميوزمنت بارك اللي احنا فيها دي كلها. فيها بقى العاب يعني بالهبل. فيها زي اللي فوقينا دي وفيها العاب مثلا اللي هي بتنشنوا وتكسبوا دباديب لو نشنتوا صح. ومحلات اكل بقى تشوروس على كريبس على بطاطس الكلام ده كله. بصوا عشان ما انتوش من بعض فبن اكستشينج لوكيشن بحيث ان لو حد ده نعرف ان احنا نلاقيه على الخريطه على طول. لان هنا طبعا بما ان في كل الناس دي فالنتورك مش احلى حاجه فقلنا ايه نشير اللوكيشنز عشان نفضل مع بعضينا. داخلين دلوقتي واحده من الخيم. بصوا الفايب جنان يا جماعه كله واقف على الترابيزات جنان جنان. بصوا وهنا بقى كل واحدة من اللي شغالة هنا بتشيل الأزايز اللي انتوا شايفينها دي. يعني في منهم بيمشي حوالي 15 ازازة مرة واحدة مليانة لان كل ما يبيعوا اكتر كل ما ياخدوا تيكت اكتر كل ما يكسبوا فلوس اكتر. لان في ناس اللي شغالة هنا بس ان هم في الشهر بتاع اكتوبر فيست ده يعملوا لهم مثلا 25,000 يلا لو خش واحدة تانية. دي طبعا تعتبر خيمة سياحية شوية لان مش كل حد لابس اللبس. تعرفوا ان هي خيمة الماني الماني لما يبقى كل الناس لابسة اللبس بقى تراديشنال وكده. هنا دي تعتبر نص نص يعني نصها اجانب. يعني بص الترابيزه دي محدش فيها لابس اللبس والترابيزه دي هنود وعرب. فدي تعتبر سياحيه اكتر شويه. في بقى خيم بتبقى الماني الماني وحتى بيرخموا على الباب يعني ان انتوا ايه لازم تبقوا لابسين وكده عشان تخشوا. يلا نتعرف على الناس عشان نعمل هنا نقعد عليه. يلا الناس طبعا دلوقتي اخر يوم فتعتبر سكران على الاخر فكله يعني مبسوط يعني مهيص. طبعا الكوبايه اللي زي دي اتوقع بتبقى نص لتر وسعرها 15 يورو. متخيلين 15 يورو على الكوبايه دي وهو حجم واحد بس اللي بيتباع. في مناطق بقى جوه الخيمه بتبقى المان لان بيبقى فيها حجوزات لازم انت تحجزوا ترابيزه. ده مثلا الجزء اللي بيقعد فيه الالمان لان كل الترابيزات دي بحجوزات وبتبقى ترابيزات VIP تعتبر. بصوا دي المنطقه اللي بيجهزوا فيها الكوبايات عشان يوصلوها للناس. بصوا ده مثلا شايل اربعه اهو. في منهم بقى بيبقى شايل مثلا 20 واحده في وقت واحد يعني بصوا ماسك كام كوبايه في ايد واحده وكل واحد من اللي شغالين هنا
عنده برميل، البرميل ده يا اما يخلصوا في ميعاده. كل واحد يبقى عنده كذا برميل ويحاول ان هو يخلصه في فتره اكتوبر فيست. يعني بيبقى مثلا انا عايز اشتغل هنا، بروح قايل لهم انا هشتري ثلاث براميل. الناس هنا ما هيصل، بتشتري مثلا ثلاث براميل قبلها، بتعمل يعني بيت. ممكن انت بقى تبيع اقل او تبيع اكتر، انت وشطارتك. هلو. Where are you from? Croatia. Croatia. Egypt. Kvala, kvala. الناس اللي شغالة هنا ما شاء الله مرحبة جدا، يعني ناس مرحة كده. هنا بقى في قاعدة خارجية برضو للناس اللي عايزة تطلع مثلا تدخن او تشرب بره، مش عايزة صداع جوه، صداع الموسيقى، فبيجوا يقعدوا في المنطقة الخارجية دي. هذه خيمة، كل بقى خيمة ليها فايب مختلفة. في خيم اكترها المان، في خيم سياحية اكتر شوية فبيلعبوا حتى موسيقى انجلش. يعني اللي احنا دخلناها دي في موسيقى انجلش فتعرفوا ان هي سياحية، ولكن قدام بقى في خيم ما تسمعوش فيها غير موسيقى الماني. فهنحاول ان احنا برضو نفرجكم على خيم على قد ما نقدر النهاردة، لان في خيم كتير. يعني ادي خيمة، ادي التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة اللي احنا كنا فيها، السادسة قدام، السابعة هناك. فكل شركة او كل سبونسر له خيمة مختلفة. hey bro. كده احنا داخلين خيمة تانية دلوقتي، نخش نفرجكم عليها ونشوف هل هي خيمة سياحية. بس دي شكلها من الامبريشن الاولى ان هي خيمة يعني الماني سنة، ولكن مش برضو مش فول. في واحدة هدخلها لكم بقى تبقى الماني فول، حتى كله لابس اللبس. hey bro. بص، هما طالما مشغلين موسيقى انجلش تبقى خيمة سياحية. بص، واحدة هي بتتمشى حوالين الخيمة بتبيع بريتزل الألماني. انتم تعرفوا ان معظم اللي شغالين هنا مثلا تكون واحدة بتدرس في الجامعة او بتدرس في الهاي سكول، تيجي تشتغل مثلا طوال الشهر ده عشان تحوش، لان في منهم بيعمل فعلا فلوس كويسه جدا في الشهر بتاع اكتوبر فيست، زيهم زي الفنادق. يعني الفنادق والال بي ام بيز والحاجات دي كلها بتكسب كويس جدا في فتره الاكتوبر فيست. ففي ناس بتيجي تشتغل هنا عايزه بقى تبيع ازايز البيره او تبيع بريتزل والحاجات دي كلها، ويروحوا واخدين بقى الفلوس اللي هم حوشوها طول الشهر ويعيشوا بقى بيها طول السنه الدراسيه. ففكره برده مش سيئه خالص، لان ده يعتبر ايفنت يعني من اكبر الايفنتات السياحيه في العالم كله، زيه زي بامبلونا في اسبانيا، زي حاجات كتيره يعني ايفنتات في اوروبا بتحصل عالميه تعتبر. بره بقى هنا في محلات تقدروا ان انتوا تكتبوا حاجه مثلا على كوكي كده، مثلا انا بحب سيف، انا بحب احمد، الكلام ده كله. وسناكس سريعه لو عايزين تجيبوا برده، بريتزل بالجبنه، بريتزل بالبيض، اي حاجه تتخيلوها موجوده هنا. في برجرز، في العاب، في كريبس، بطاطس، وافلز، ايس كريم. He's getting a sandwich. He's getting a pretzel, obviously. Already he's getting hungry. اول ما دخلنا خلاص جاع. خلينا افرجكم على واحده من الخيم، تبقى الخيم من جوه، وبره بقى في القعده اللي انتوا شايفينها دي. ممكن الناس تقعد بره برده، ممكن يطلعوا عايزين يدخنوا وهم بيشربوا البيره بتاعتهم، يقدروا برده يطلعوا في المكان ده. انا جيت من حوالي سنتين، كان اسخن سنه لان كان من اول الاكتوبر فيست اللي جت بعد الكورونا، فكان لسه يعني بقاله كذا سنه ما حصلش، فايه كان زحمة. ولكن السنة دي برضو يعتبر الى حد ما من اللي انا شايفه سو فار زحمة. كده احنا جوه الخيمة الماني بقى، في بص الموسيقى الماني، معظم الناس لابسة اللبس. طالما معظم الناس لابسة والموسيقى الماني بقى احنا دخلنا خيمة تعتبر تراديشنال اكتر شوية. خليني افرجكم الحمام من جوه شكله عامل ازاي. كل خيمه طبعا فيها حمام، حمام مزدحم على الاخر زي ما تشوفين. هي تعتبر مبوله مفتوحه للكل يعني، فبلاش نصور هنا. هو ده الحمام، تيجوا هنا كده والميه شغاله 24 ساعه، تخلصوا حاجتكم وتروحوا طالعين تاني، وحاطين لكم صور بنات جميله برده عشان ايه يمتعوكم. خلينا افرجكم بسرعه برضو على الدور الثاني، لان هو كل خيمه بيبقى فيها دورين. احنا كده طلعنا من الدور الاول، نفرجكم بقى على
الدور الثاني. نفس الفكرة، ولكن عادة الدور الثاني بيبقى فيه الترابيزات برضو اللي هي الـ VIP أو اللي هي المحفوظة يعني، لأن في الويكندز بتبقى زحمة جدا، فبيبقى لازم برضو ان انتوا تركزوا عشان يبقى الشانسز ان انتوا تلاقوا ترابيزة كاملة ليكم أعلى. احنا اهو فوق، بصوا كمية الناس اللي موجودة تحت، وكل دي خيمة واحدة بس. بصوا في مدخل الخيمة حاطين لكم برضو ATM عشان لو عايزين يحمسوك ان انت تشتروا اكتر، لان لو معاكوا كاش فهتبقى السيولة يعني اعلى واعلى، فهتقدروا ان انت تشتروا، لان هنا ما بيبقالوش دايما كريدت كارد، يعني يفضل الكاش. احنا دلوقتي في داخل اكتر خيمة الماني فيهم كلهم، فهتلاقوا كل الناس هنا لابسة، كل الناس هنا بشرتهم بيضة اكتر شوية. حتى بصوا الترابيزات انضف شوية. بصوا مثلا الحارة اللي قدامي دي ممنوع ان احنا نعدي فيها، لان دي فقط للي شغالين اللي هم شايلين الصواني والكوبايات. اليسا زحمة جدا يا جماعة، زحمة جدا، مش عارفين نتحرك، زحمة مفيش مكان، مجارين مجارين الناس، بس سكرانة على الأخر. الناس ماشية بتبيع برضو حاجات هنا، طبعا التعاملات معظمها بالكاش، وده محل مثلا سوفينيرز، تقدروا ان انتوا تكتبوا اسمكم على التاجز بحيث ان انتوا تعلقوا التاج في التيشيرت وانتوا داخلين جوه هنا. يعني ده المكان بقى اللي بيجهزوا فيه البيرة، كل واحد هتلاقوه ماشي، بص بيرموا البيرة تحت كده، البيرة بقى بتنزل في البلعات والحاجات دي. بصوا دي شايله كام كوبايه، حوالي 20 كوبايه، 5 في ايد و5 في الثانيه، وكل واحده فيهم تقيله، فهي بتعمل كده ليه؟ عشان تبيع اكتر، توصل اسرع، فتخلص البراميل بتاعتها اسرع، فتكسب فلوس اكتر. بيزنس، الموضوع هنا بيزنس من كل النواحي، ولكن برضو انبساط الصراحه غير طبيعي، دوشه وموسيقى وحياه، فلا ايفنت جميل جدا. اي حد جاي ميونخ في فتره سبتمبر او اكتوبر ارشح له ان هو حتى يجي ياخد باص سريع. سرور وإليسا قرروا ان احنا نركب دي، وانا الصراحة مرعوب، ف الحمد لله معانا صديق جديد اسمه كونستانتين. I'm a little bit scared. I'm not scared now but I will be scared up there. بسم الله يا جماعة، انا الصراحة بخاف من الالعاب دي، ولكن هنحاول ان احنا نتصرف ونمسك نفسنا. اللعبة دي بحوالي 8 يورو الشخص، فيا رب نعرف ان احنا نستحملها، لان 80 متر 90 80 او ماي جاد كونستانتين.
Oh my god! Yo, mama! Konstantin, you're not scared? It's so nice! I'm scared! Oh my god! Shad! مش قادر يا جماعة، مش قادر امسك نفسي، ايه الرعب ده؟ كونستانتين برو يو كريزي فور دوينج ذس. انا دخت، توقف عليا، توقف عليا. ليه الناس بتعمل كده في نفسها؟ يور هابي ها؟ برو اتس كريزي. الموضوع مرعب يا جماعة، بس شفتوا الخيم كل اللي ورا دي؟ خيم كبيرة هي اللي فيها بقى الايفنتات. الموضوع مرعب يا جماعة، مرعب بجد. I wanna know! سرور وإليسا ما شاء الله مبسوطين، أنا بالنسبة لي الموضوع كان مرعب. بصوا مترو العودة إلى الدار بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، يعني يعتبر زيه زي الخيمة بالضبط، ناقصه بس الموسيقى. زي ويبي كده، ويبي جدا تكون انتهت، تكون انتهت فلوج النهاردة، فلوج النهاردة كالعادة، كالعادة استنونا، استنونا بعد كام يوم، بعد كام يوم في فلوج جديدة، فلوج جديدة ومغامرة، ومغامرة جديدة جديدة. Until then, take care and safe travels. Yes, sir.